السلام عليكم أصدقائي. الفيديو ديال اليوم غادي يتكلم كما كتشوفوا في العنوان الواتساب على الكمبيوتر. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يفتحوا الواتساب ديالهم في البيسي. قبل ما ندخلوا الفيديو كنتمنى أنكم ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة. هنا كندخلوا الجوجل، هنصور لكم التليفون ومصورة هذا الشاشة ديال الصفحة ديال جوجل. كتدخلوا الجوجل كتكتبوا واتساب ويب، كتجيو عند التليفون وكتدخلوا الواتساب عند ثلاثة ديال النقاط وكتمشيو عند واتساب، يا الواتساب ويب، كتكليكو على الواتساب ويب في البيسي. المهم كتخرج لكم هاد الصفحة فيها هاد الكود، وهنايا كتجيو عند الواتساب ويب كتكليكيو عليه حتى هو كيقول لك ديكونيكسيون، خاصك ديكونيكتا هنا، تكليكي على هذه تضغط عليها، غادي يقول لك عاوتاني ديكونيكسيون، دير ديكونيكسيون وكيعطيك هذا، كتحط التليفون على البيسي، اي فوا كتحطو على البيسي كتخرج لك الصفحة ديال الواتساب اللي عندك في التليفون. هيا تخرج، انا دايره تما مخبيه الناس اللي عندي وداكشي. ها هو غيتشارجا، هيا خرجت ليا الواتساب اللي عندي في التليفون، خرج ليا في البيسي كما كتشوفوا. انا هادو نفس الواتساب نفسه. المهم هنايا ممكن انكم شي حد بحال دابا مصيفط لكم شي تصويره، مصيفط لكم، انا كنستعملو في خدمتي بزاف كيصيفطوا لي الناس تصاور اللي باغيو يطبعوا في الواتساب هكذا، وكناخذهم من الواتساب وكنزلهم في البيسي. الوغ كنضطر انني ندير واتساب في حيت كنخدم بروغرام في البيسي، الوغ كنزل كنجي الواتساب هنا وكناخذ تصويره ولا اوديو بحال دابا هذا في الفيديو اللي كندير، كنصور بالتليفون وكنحط داكشي اللي صورت بالتليفون في الواتساب وكنجي ندير لو تيليشارجي هنا وكنسجلو في الدوسي، كندير انغوجيستري سو شفتو، وكندير له التصاور نفس الشيء، كنمشي كندير لهم تيليشارجي وكندير لهم انغوجيستري سو وكنديهم لواحد دوكيمون، واحد الملف عندي في بيسي اللي غادي نستعملهم من بعد في فوتوشوب ولا شي حاجه. المهم كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. هنايا كنوريكم لي فيديو اللي درت قبل، هذه كيف تصور الشاشه تاع التليفون على الحاسوب، راه هو الفيديو اللي قبل هذا. سيروا شوفوه، راه اللي ما كيعرفش غادي زعما ياخذ واحد الفائده، واللي قبل منه ولا اللي قبل كان تصوير شاشه على الحاسوب، يعني ديال الحاسوب، كيفاش بغيتي تصور شاشه ديال الحاسوب، راه كدير دي فيديو ديال يوتيوب ولا شي حاجه وبغيتي تعطي شي معلومه كاينه على البيسي وبلا ما تبان نتايا كتصور غير الشاشه ديال البيسي. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وكنقول لكم مع السلامه والى الفيديو المقبل.